ده جليتش تتبيل الخيوط في ماينكرافت اللي عملناه في سلسلة هاردكور لايف، واللي هو كان اسرع طريقة عشان نحصل على خيوط لا نهائية حرفيا في زمن قياسي، نقدر بعد كده ان احنا مثلا نعمل بيها سراير كتير، نجيب بيها نذرايت. والاحلى من كده ان متطلباته قليلة جدا، ويمكن يعني دي الحاجتين اللي ممكن تسألوني عنها كتير في التعليقات، فحبيت اوضحها لكم قبل ما نكمل الفيديو. دي طريقة عمل التريب واير وطريقة عمل الليفر. وكمان في ملحوظة ان احنا ممكن نستغنى عن الاربع بلوكات سلالم او الاربع ستيرز ونستبدلهم ببلوكات زجاج. اول حاجة هنعملها بقى يا شباب هي ان احنا هنحفر 3 بلوكات ونعمل مستطيل 3 في 4، وبعدين هنروح من على الجنب كده ونبتدي نحط الصناديق جنب بعض بالشكل ده. بعد كده بقى يا شباب هنحتاج ان احنا نضغط على شيفت او نشفت يعني، وبعدين نشاور على كل صندوق ونحط جنبه هوبر. الهوبر ده فايدته هو اللي هيجمع الخيوط ويفضيها في التشست. هنشفت برضو ونحط فوق الصندوق اللي جنب الهوبر اما ستيرز او بلوكات زجاج. ينفع طبعا اي نوع ستيرز مش لازم النحاس ده، وبرضو ينفع تستخدم اي نوع من بلوكات البناء. هنا انا مستخدم بلوكات الطف عشان هي بلوكات جديده في التحديث الجديد ماينكرافت 1.21، ولكن ينفع تستخدم حتى الديرت. المهم تعمله نفس الشكل اللي انا بعمله دلوقتي بالظبط، فممكن توقفوا الفيديو على اللحظه دي وتتاكدوا ان انت عملته نفس الشكل ده. قربنا نخلص على فكره. محتاجين دلوقتي 4 بلوكات مؤقته نحطهم على الاثنين اللي فوق في النص، وبعدين نشيل الاثنين دول عشان هنحط مكانهم تراب دورز. برضو ينفع اي نوع من التراب دورز يا شباب، حتى التراب دورز الجديده بتاعت النحاس. برضو ركزوا في الشكل اللي وصلنا له لحد دلوقتي. وبعد كده هنستخدم باكيتين الميه اللي معانا نفضيهم تحت كل تراب دور، وبعدين هنحط على الجنب اليمين وعلى الجنب الشمال التريب واير اللي شفنا طريقتها في اول الفيديو. وبعدين خلوا بالكم من الوضع ده، احنا عايزين الخيطين اللي هنحطهم يكونوا بعد التراب دورز على طول، فهنحط فوق اول تراب دور اي بلوكه، وبعدين هنحط جنبها الليفر بس يكون فوق التراب دور الثاني، وبعدين اضغط عليه كليك يمين فنشغله، فتلاقي التراب دورز الاثنين اتقفلوا على الميه كده، نقدر ان احنا بقى نشفت ونشاور على كل تراب دور نحط عليه خيط من ده يكونوا متصلين بالتريب واير اللي على الجنبين. نقطع بقى يا شباب الخيط اللي تحت الليفر ده ونشغل الليفر على طول، فتلاقي ان الجليتش فعلا اشتغل والخيوط عماله تتدبل بتتضاعف يعني، وبقى عندنا مصدر خيوط لا نهائيه، وحرفيا حطينا الاربع صناديق الكبيره دي في 5 دقائق مثلا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه لو انتم جديد هنا، وكمان تفعلوا جرس الاشعارات عشان يوصلكم كل جديد، واشوفكم على خير في اللايف اللي جاي. مع السلامه.